احسب التكامل. اذا التكامل من واحد ل او ديال ln كاري اكس على اكس دي دي اكس. اذا هذا التكامل هذا يمكن نحسبه بهذه الطريقه. هذه عندنا التكامل من واحد ل او. هنا عندنا واحد على اكس يمكن نفكك التعبير بهذه الطريقه. هذه واحد على اكس في ln كاري اكس دي اكس. اذا واحد على اكس هي الالين اكس بريم الالين كاري اكس دي اكس. حنا كنعرفوا بان الا كانت عندنا الصيغه ديال اف بريم اف ان فالداله الاصليه ديال هاد التعبير هذا هو اف ان زائد واحد على ان زائد واحد. اذا الداله الاصليه ديال الالين اكس بريم الين كاري اكس هي الالين. اذا ان زائد واحد عندنا جوج زائد واحد هي ثلاثه على ثلاثه من واحد ال او. اذا كنعوضو. اذا واحد على ثلاثه الالين ديال او ناقص واحد على ثلاثة الالين ديال واحد. الالين واحد هي صفر والالين ديال او هي واحد. اذا واحد على ثلاثة هي النتيجة المحصلة.